السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، سنة سعيدة. نتمنى هذه السنة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وبراحة البال، وان ان شاء الله هذه السنة يتحقق الهدف ديالكم انكم تنجحوا كلكم بدون استثناء. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نكملوا السلسلة ديال التمارين اللي كنخدموها ديال دراسة وتمثيل الدالة العددية. التمرين الاول شفنا فيه دالة جذرية، يعني حدودية لحدودية، وحاولنا ما امكن اننا نبداو بالتمرين اللي هو بسيط، على اساس ان دوك الناس او دوك التلاميذ اللي يلاه كيحاول ما امكن انهم يستوعبوا كيفاش يحسبوا النهايه، كيفاش يتعاملوا مع المشتقات، كيفاش يتعاملوا مع المقاربات، انهم يستوعبوا هاد المقاربات هادو كيفاش كنخدموا بهم. فهاد التمرين هذا غادي نطلعوا النيفو شويه وغادي نخدموا داله مجزاه. كيفاش كندرسوا هاد الداله هادي؟ كيفاش كندير مجموعه التعريف ديال هاد الداله؟ كيفاش كنحسبوا النهايات عند المقارب عند المحداد؟ كيفاش كنحددوا المقاربات والفروع اللانهائيه على العموم؟ كيفاش كندرسوا المشتقه ديال هاد الداله وندرسوا التغيرات ديالها؟ ثم في النهايه كيفاش كنمثلوا هاد الداله هذه؟ تابعوا معنا الفيديو وان شاء الله تعالى غادي تفهموا كيفاش كنتعاملوا وكيفاش كندرسوا هاد الداله وكنمثلوها ميبيانيا. دونك على بركه الله نبداو. اول سؤال، حدد مجموعه تعريف الداله اف. غادي نشرح بالعربيه وبالفرنسيه على اساس كاينين معنا الناس ديال البيو. دونك لنحدد دي دو اف دي تيرمينو، دونك دي تيرمينو دي دو اف. كيفاش كنحددو مجموعه التعريف ديال الداله؟ داله معرفه بالتجزئه او داله مجزاه، دونك اون فونكسيون ديفيني بار بارتي. دونك شنو كنديرو؟ تبدا معاهم. دونك كنديرو دي دو اف. هنا عندي دو فونكسيون، جوج ديال الدوال، الداله الاولى والداله الثانيه. هي راه نفس الداله ولكن كتكون معرفه بتعبيرين مختلفين، بهذا التعبير هذا بالنسبه لي زيكس اللي هما اكبر من واحد، وبهذا التعبير هذا بالنسبه لي زيكس اللي هما اصغر قطعا من واحد. دونك هنا غادي نحسب دي دو اف واحد اللي هي بالنسبه للاولى. التعبير الاول كندير اكس ينتمي الى بحيث، شنو هو الشرط هنا؟ كناخذ الكونديسيون اللي عندي هنا، الشرط اللي كيكون عندي هنا كنكتبو اكس اكبر من او تساوي واحد. وشنو هو الشرط دابا اللي كاين في الداله؟ عقل مزيان، كتبدا بهذا الشرط اللي كاين عندك هنا كتكتبو، ثم كتمشي للداله كتشوف الشروط اللي عندك. الا فيها شروط كتحطو، ما فيها الشروط صافي كتكتفي بهذا الشرط هذا. دونك فيها شروط، شنو هما الشروط اللي كنعرفو؟ المقام خصو يخالف الصفر، وما بداخل الجذر خصو يكون موجب. دونك هو نكتب بالعربيه ولا بالفرنسيه بحال اي اكس ناقص اثنان تخالف الصفر. اتفقنا؟ دونك نعاود، قلنا كنديرو اكس اكبر من تساوي واحد، الشرط اللي كيكون عندك اللي كيكون عندك انت في الداله كتحطو، ثم كتشوف الداله ديالك واش فيها شروط ولا لا. كنلاحظو ان هنا عندي كسر، وقلنا ان ما في المقام خصو يكون يخالف الصفر، ثم كنخدمو على هذا التعبير هذا. دونك اكس ينتمي الى بحيث اكس اكبر من واحد و اي اكس تخالف ماذا؟ تخالف اثنان. هنا هادي اثنان ديال هاد جي غتعطيك اكس تخالف اثنان. اشنا هي مجموعة التعريف دابا؟ مجموعة التعريف قلنا الأعداد الحقيقية الأكبر من واحد، يعني من واحد حتى البلوس لانفيني، من واحد حتى زايد ما لا نهاية، ولكن اكس خصو يخالف جوج، يعني من واحد حتى الجوج اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية، لأن اكس يجب أن يخالف اثنان، يعني جميع الأعداد الأكبر من واحد باستثناء اثنان، يعني من واحد حتى لجوج ومن جوج حتى لبلوس لانفيني. هذه هي مجموعة التعريف ديال التعبير الأول وديال الدالة الأولى. ندوزو دابا للثانية، دي دو اف جوج. يلا وقف لا فيديو، حاول تخرجها نتا بوحدك وكمل لا فيديو. دونك هنا قلنا كناخدو الشرط اللي هو اكس أصغر من واحد، ها هو كنبدا بيه. و الشرط الثاني ما بداخل الجدر، راه ما كناخذوش الجدر كامل لا، غير ما بداخل الجدر خصو يكون موجب. اكس ناقص 3 اكبر او يساوي صفر، و ما في المقام خصو يكون كيخالف صفر. اكس ناقص 1 تخالف صفر. ونخدموا على هاد لي كونديسيون هادو. دونك اكس كتنتمي لها بحيث اكس اصغر قطعا من واحد، و اكس هنا عندي اكس ناقص 3، لا اعتذر على الاخوان، 3 ناقص اكس هي اللي عندنا، اعتذر يعني يلاه شفت المعطى، 3 ناقص اكس
دونك 3 ناقص ناقص اكس، فوالا دونك تعطينا قلنا 3 ناقص اكس يعني 3 ناقص اكس اكبر من او تساوي ناقص 3، وعندنا اكس تخالف بنفس الطريقه ناقص 1 نديوها للجهه الاخرى تعطينا 1 تساوي ماذا؟ دونك اكس ينتمي الى ار، بحيث اكس اصغر قطعا من 1، و عندي دابا ناقص اكس اكبر من ناقص 3، ناقص اكس عندي ناقص اكس اكبر حيت كاين ما فهمش هذا الشيء هذا ناقص 3. دابا الا ضربنا الطرفين في ناقص غتعطيني هنا اكس وهنا تعطيني 3، ولكن الرمز واش كيتغير؟ نعم، دونك الرمز اكبر كتولي اصغر واصغر كتولي اكبر، يعني تولي عندنا اكس اصغر من 3، ثم عندنا اكس تخالف 1. دونك 3 ديال الشروط، نشوفوا هاد الشروط هادو واش كيتجمعوا وفين كيتجمعوا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد المستقيم عددي، ياك بالنسبه لي مازال ما عرف هاد الشيء هذا عندي، وكنكتب واحد الاعداد بالكحل غادي ندير هذا. دونك اكس اصغر من 1، كيفاش كنكتب هاد المجال ديال اكس اصغر من 1؟ يعني من 1 لهاد الجهه المؤلف فيني. نمشيو ناخذو الاخر اكس اصغر من 3، ها هي 3 او تساوي، يعني كنديرو معقوفه كتشوف الجهه اللي غادي نلون، ثم اكس يخالف 1 يعني ان هاد واحد ما غاديش ناخذوه، هاد واحد ما غاديش ناخذوه. دونك فين كيتلاقى لينا الالوان الثلاث الاحمر والكحل والزرق؟ فوالا كيتلاقوا لينا من مؤلف فيني حتى الواحد، وواحد خارج من مؤلف فيني حتى الواحد. دونك هنا مجموعه التعريف غتعطينا دونك مؤلف فيني حتى الواحد، اكس اصغر قطعه من واحد واكس تخالف واحد، هادو راه شرط واحد. الا كانت او تساوي هنا راه هاد واحد هذا كتحيدو، حيت علاش؟ قال لك اكس اصغر او تساوي واكس يخالف واحد، ملي كيتدمجوا هاد جوج الشروط كدير معقوفه مفتوحه، يعني ان الداله غير معرفه في واحد. شنو غادي ندير دابا؟ عندي دي دو اف واحد كتساوي هاد المجموعه هادي، اتحاد مجموعتين واحد اثنان اثنان زائد ما لا نهايه، وعندي دي دو اف اثنان كتساوي ناقص ما لا نهايه واحد. شنو غادي ندير؟ اشنو هي دي دو اف دابا على العموم؟ دي دو اف كيساوي دي دو اف واحد اتحاد دي دو اف اثنان. دونك شنو غادي يعطيني؟ نبدا بالصغير هذا، دونك ناقص ما لا نهايه واحد اتحاد واحد اثنان اتحاد اثنان زائد ما لا نهايه، وبهذه الطريقه باش كنديروا مجموعه التعريف. دونك بهذه الطريقه باش كنديروا مجموعه التعريف ديال داله معرفه بالتجزيء او اون فونكسيون ديفيني بار بارتي. السؤال الثاني اللي غيطلب منك هو انك تحسب النهايات عند المحدات، حساب النهايات عند المحدات. دونك هنا باش نحسبوا النهايات عند المحدات، شنو هما المحدات؟ بعدا باش نعرفوا المحدات شنو هما، لي بورن ديال دي دو اف شنو هما؟ هما كاين عندنا موال لانفيني بلوس لانفيني. بالنسبه للاعداد خص العدد يكون مكتوب في مجموعه التعريف، ولكن ان الداله غير معرفه في ذاك العدد. شنو كنقصد بهذا الشيء هذا؟ يعني مثلا الا كانت مجموعه التعريف، الا كان دومين دو ديفينيسيون هو موال لانفيني دو، موال لانفيني دو اينيو مثلا ان بلوس لانفيني، وعندي هنا مفتوح وهنا مغلق، اشنو هما لي بورن ديال دي دو اف؟ شنو هما المحدات؟ عندك موال لانفيني يعني غتحسب النهايه في موال لانفيني، وغتحسب لا ليميت في بلوس لانفيني، ياك. وبالنسبه لجوج واحد، شكون فيهم اللي كيتعتبر محد؟ واش واحد ولا جوج؟ فوالا واحد. علاش؟ لان العدد واحد مكتوب في مجموعه التعريف، مكتوب في مجموعه التعريف جوج بهم مكتوبين، ولكن لا فونكسيون ديالي ني با ديفيني في واحد، غير معرفه في واحد، يعني كيتعتبر محد. الا كانت الداله معرفه في داك العدد، مثلا هنا جوج راه لا فونكسيون ديفيني ملي كيكون مجال مغلق، يعني ان جوج عنده صوره، دونك ما كيتعتبرش محد بما ان عنده صوره. اتفقنا؟ دونك عقلوا على هذه القضيه. دونك شنو هو المحدات هنا؟ المحدات هما موال لانفيني ثم واحد على اليسار، كتحسب لا ليميت ديال واحد اكوش، واحد على اليمين الا لان ليماج ديال واحد عندنا، ثم اثنان على اليسار، اثنان على اليمين، ثم زائد ما لا نهايه، يعني هادو هما النهايات اللي غادي نحسبو. نبداو باثنان دونك كالكيلون لنحسب كالكيلون ليميت دو اف دو اكس ا دغوات دو دو، ا غوش دو دو،
راه كنحاول نهضر بالفرنسيه على اساس بالنسبه لي بيوف هما يكتبوا ليكسبريسيون كالكي لون لا ليميت دو اف دو اكس ا دوات يا غوش يا غوش دو دو، يعني غنحسبوا على اليمين وعلى اليسار ديال جوج. كنا شفنا في التمرين الاول الطريقه ديال صيغه الجواب، قلنا كنديروا لدينا اون وكتحسب لا ليميت اون دو دو اف دو اكس، باش غير تشوف بعدا التعبير شنو غيكون فيه. لا ليميت اون دو ديال اش غنعوضو، باش غنعوضو في الاكس هنا عندي تعبيرين مختلفين وانا خدام في جوج. شوف مزيان جوج اكس طون فيغ دو، واش الاولى ولا الثانيه؟ فوالا دونك الاولى. علاش؟ لان ديك جوج لما جوج هو المحد في مجموعه التعريف ديال الداله الاولى، يعني جبناه من هنا، جبناه من دي دو اف ان، يعني من هاد ليكسبريسيون هذا. دونك هاد ليكسبريسيون باش غادي نحسب لا ليميت، لا ليميت في جوج ولا ليميت في بلس لانفيني، والتعبير الثاني غنحسب به لا ليميت ا غوش دو ان ولا ليميت موان لانفيني. دونك هنا غنمشي نحسب بهذا التعبير الاولاني، دونك اكس كاري موان 3 اكس اس 2 ناقص 3 على اكس ناقص ناقص 2. غتلاحظ اول بدا اول حاجه بعدا قبل ما تكتب انت، قبل ما تكتب يعني تحط مثلا بلاصه اكس جوج يعني تعوض ب 2 قبل ما تكتبها، شوف بعدا بعينك شنو يعطي. هاي ممكن انك تكتب غتعطينا 2 اس 2 4 ناقص 3 1، 1 على 2 ناقص 2 0. وقلت لكم ديجا انكم تفادوا ديك الكتابه ديال عدد على صفر، لان كتابه غير مستحبه بصفه نهائيه. دونك هنا شنو غادي ندير؟ قلنا غادي بما اننا عرفت تخرج لي هنا واحد وهنا غتخرج لي صفر، هذا غيعطيني واحد وهذا غيعطيني صفر، يعني خصني نشوف واش صفر موجب ولا صفر سالب. شنو غادي نديرو؟ جدوات الاشاره ديال اكس ناقص جوج لدينا هو. دونك ناخذ جدوات الاشاره ديال اكس ناقص 2، كاين عادم فين؟ كتنعادم فيه 2، ثم غتعطيني هنا عكس اشارتها اشاره موجبه، دونك غتعطيني سالب، وهنا غتعطيني موجب. هذا هو جدوات الاشاره ديال اكس ناقص جوج. نمشي دابا نحسب بما ان، وغادي ناخذ النهايه دابا على اليمين اكس تساوي الى 2 زائد. وقلت لكم الصيغه الافضل باش نجاوبوا على النهايه على اليمين وعلى اليسار في عدد هو اننا كنديروا البسط بوحدو المقام بوحدو بهذه الطريقه هذه. اكس اس 2 ناقص 3 كتحسبها بوحدها، جوج اس 2 4 ناقص 3 غتعطينا 1، وكذلك عندي النهايه على يمين 2 ديال المقام غتعطيني اكس ناقص جوج اللي هي 2 ناقص 2 غتعطينا صفر. واش من صفر؟ شوف مزيان على يمين 2، دونك قلنا اكس يؤول الى 2، اكس يؤول الى 2 من جهه اليمين، دونك غتعطينا صفر، صفر موجب، صفر بلس. ماشي حيت عندي بلس هنا، لا، حيت عندي اشاره موجبه على اليمين، دونك واحد على صفر بلس بلس لانفيني، فإن النهايه ديالي في الاكس كتساوي زائد ما لا نهايه على يميني 2. نمشيو دابا نحسبوا النهايه على اليسار، نمشيو دابا نحسبوا بنفس الطريقه، نحسبوا النهايه على اليسار. نتمنى انكم تكونوا كاتبين هذا الشيء هذا ديما. الله يرضي عليكم، الا كنخدم شي تمرين حاول ما امكن انك تجيب ورقه وستيلو، ما تكتفيش فقط بالمشاهده، ورقه وستيلو وخدم حتى انت معاه. دونك هنا غادي نمشيو نحسبوا بنفس الطريقه، بما ان نخليو ديما الداله ديالنا الفوق، بما ان الليميت ليميت ديالي ديال نعاود ديال اكس اس 2 ناقص 3 كتساوي، والليميت ديال اكس ناقص 2 كتساوي. حنا دابا خدامين في على يسار 2، شنو غتعطينا؟ 2 اس 2 4 ناقص 3 1، هنا غتعطينا صفر. ولكن اش من صفر؟ على اليسار ديال جوج عندي اشاره سالبه يعني صفر ناقص، فان ليميت على يسار 2 ديالي في الاكس غتعطينا واحد على صفر سالب، دونك غتعطينا موان لانفيني، غتعطينا موان لانفيني. نمشيو دابا نحسبوا النهاية في بلوس لانفيني، في بلوس لانفيني، لنحسب كالكيلون ليميت بلوس لانفيني ديال اف ليكس. شنو غتعطينا النهاية في بلوس لانفيني؟ باش من دالة بعدا باش غادي نحسب؟ فوالا غادي نحسبوا هادي اللي فيها أكبر، وفي موان لانفيني كنحسبوا اللي فيها أصغر. ليميت بلوس لانفيني ديال اف ليكس، هنا عندنا حدودية على حدودية، بلوس لانفيني ديال اكس اس 2 ناقص 3 على اكس ناقص 2 غتعطينا اكبر حد على اكبر حد، ثم اختزال وغتعطينا بلوس لانفيني. دونك حسبنا دابا النهاية على اليمين وعلى اليسار ديال 2 في
بلوس 2001 ما كنحسبوش فيه النهاية لأن ليس بمحد، ثم نمشو دابا الواحد على اليسار. دونك لنحسب ليميت ديال اف لي اكس على يسار واحد، شنو هو ليكسبريسيون باش نخدمو به؟ دابا عندنا على اليسار ديال واحد، عندنا في هذا المجال هذا ديال دي دو اف جوج ديال هادي، يعني غنخدم بالتعبير الثاني ليميت، ونا ليميت كون اكس تون فير ان ا غوش دو اف دو اكس ايتيغال، يعني غنعوض بهذا التعبير هذا صافي الاول ساليت منه. دونك غنعوض اف ليكس موان اف ليكس ناقص جذر 3 ناقص اكس على ماذا؟ على اكس ناقص واحد. شوفوا شنو عطاتينا، شوفوا شنو عطاتينا، غتعطينا كذلك عدد، عدد لاحظوا معايا دائما عوض بعينك بعدا، غتعطيني 3 ناقص واحد غتعطيني 2 ناقص جذر 2 على واحد ناقص واحد صفر، ناقص جذر 2 على صفر. يعني هنا غادي نتفادوا ديك الكتابه ديال العدد على صفر وغادي نقسمهم. قلنا غتعطيني ناقص جذر 2 على صفر، وهنا الا درنا جدوات الاشاره، جدوات الاشاره ديال اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد دونك هنا اكس كتنعدم في واحد، هنا راه الليمن ما كيهمنيش حيت ما معرفاش في الليمن ديال واحد بهذا التعبير هذا، اتفقنا؟ التعبير فقط صالح الا كان اكس اصغر قطعة من واحد، غير انا درت لكم جدوات الاشاره باش تفهموا. قلنا كنديروا ناقص هنا وهنا كنديروا زائد. دابا على اليسر ديال واحد عندي اشاره سالبه يعني صفر موان، اتفقنا؟ صفر موان، دونك غتعطيني ناقص جذر 2 على صفر ناقص غتعطيني بلوس لانفيني، وهنا كنديروا التعليل لان كار لا ليميت ديال اكس تؤول الى واحد ناقص ديال ناقص جذر 3 ناقص اكس غتعطيني 3 ناقص واحد 2، دونك غاسين دو 2 مع الموان غتعطينا موان غاسين دو 2 موان. دائما الله يعطي الله يرضي عليكم جوستيفي لا ريبونس ديالك، كتبتي النتيجه كتب التعليل و دونك اي لا ليميت كون اكس تون فير ان موان ديال اش ديال اكس موان زان غتعطينا زيرو. اش من زيرو بلوس ولا موان؟ قلنا على اليسار ديال واحد عندي اشاره سالبه لموان، كتلاحظ معايا عدد على صفر كيعطيني لانفيني، الموان مع الموان كتعطينا بلوس، دونك بلوس لانفيني. نمشيو دابا نحسبوا لا ليميت، لا ليميت اغوش، لا لا ليميت في موان لانفيني لان صافي ساليت لي بوغم، بقات لي ليميت في موان لانفيني. دونك لنحسب كالكولون لا ليميت دو اف دي اكس وفوازيناج دو موان لانفيني، اش من تعبير باش غنخدم اللي قدام اصغر، دونك غناخد هاد ليكسبريسيون هذا، دونك ليميت موان لانفيني دو اف دو اكس ايتيغال ليميت موان لانفيني دونك موان 3 موان اكس سور اكس موان زان. بداية غتعطينا لانفيني على لانفيني في فورما دي تيرميني، هادشي اللي غتعطينا. شنو غادي ندير؟ فكر مزيان، فكر مزيان شنو غادير؟ نتمنى انك تكون لقيتي الجواب. دونك هنا غادي نعملو، كاين اللي غيقول لك نضربو في الموافق، علاش؟ ما عندي ما عندي حتى هدف نضرب في الموافق، ممكن نضرب في الموافق ما ولكن ما غاتفيدك حتى حاجة. دونك هنا غادي نعملو لداخل سوا غاسين موان دو اكس، الناس اللي كي اللي كي اللي كيبغيو يعملو مثلا اكس لداخل اكس تفاكتوريزي بيكس، هنا رد البال، رد البال ملي كتعمل مثلا بيكس، حنا نمشاو خطوة خطوة، غتعطينا 3 على اكس ناقص ناقص واحد، دونك غتعطينا 3 على اكس ناقص ناقص واحد، اتفقنا؟ دونك هنا إلا عطاتنا 3 على اكس ناقص واحد، أشنو غدير نتا؟ نوريكم الخطأ اللي غديروه، غاسين دو اكس فا غاسين دو 3 اكس موان زان، والخطير في الأمر، الأمر أنكم ما كتردوش البال، أن راه إكس راه سالب، إكس راه طونفيغ موان لانفيني، دونك هنا ملي كتعمل نتا غير بإكس، وكتقسم هاد الغصين هذا، شنو كتقول ليا؟ كتقول لي أن راه غصين دو إكس، يعني أن ممكن الداخل ديال الجذر يكون سالب، راه إكس طونفيغ موان لانفيني، يعني إكس سالب، وما يمكنش عدد سالب يكون داخل الجذر، واخا أسيدي هادي ما بانت ليك، مشيتي حسبتي 3 على إكس، غتعطيك 3 سوغ لانفيني زيرو، أش يبقى ليك؟ غصين دو موان زان. سكي امبوسيبل ما يمكنش تكون عندنا غاسين دو موان زان. دونك هنا الناس اللي كيبغيو يعملوا ما كيبغوش يعملوا بيكس سيغنال وبغى يعمل غير باكس، الا كان اكس ياك نصيحه، الا كان اكس طونفيغ موان لانفيني راه كنعمل بموان اكس، اون فاكتوريز بار موان اكس،
Et là, quand x tend vers plus l'infini, on factorise par x. هادي ردوا لي على البال، هادي الا خدامين في موان لانفيني وهادي الا خدامين في بلوس لانفيني. يعني الا كنتي باغي تعمل غير باكس، ما بغيتيش انك كاع اكس وسيدنا، دونك هنا كنديرو موان اكس وهنا كنديرو اكس الا خدامين في موان لانفيني، سينو انت اعمل باكس وسيدنا شوف واش غتخرج ولا لا. دونك نعملو باكس كاري غتعطيني 3 سيغ اكس كاري موان اكس سيغ اكس كاري هي موان زان سيغ اكس على x ناقص واحد. ثم هنا ما تنساوش واحد القضية، عندنا ملي كنعملو داخل الجذر بإكس أس اتنان راه كيخرج بالقيمة المطلقة، كيخرج بالقيمة المطلقة، دونك فالور أبسولي دو إكس غاسين 3 سيغ إكس كاري موان زان سيغ إكس، سيغ إكس موان زان على إكس ناقص واحد غتعطيني هنا القيمة المطلقة كذلك، القيمة المطلقة، القيمة المطلقة كتساوي إكس إلا خدامين في بلوس لانفيني، والقيمة المطلقة كتساوي ناقص إكس إلى خدامين في موان لانفيني، في موان لانفيني. يعني هذه غتعطيني ناقص مع ناقص ديال إكس غتولي زايد إكس، مني جبت هاد زايد ناقص مع ناقص ديال إكس ملي كنزولو القيمة المطلقة كتغير الإشارة هنا، إلا كان سالب كيولي موجب، كان موجب كيولي سالب، دونك كتعطينا إكس جذر 3 على إكس أس اتنان ناقص 1 على إكس، ولتحت كذلك غنعمل بإكس غتعطيني x فاكتور 1 موان 1 سيغ x اختزال، الهدف ديالي هو نعمل ونختزل ب x اختزال، غتبقى لي اش غيبقى لنا هذا التعبير هذا نحسبوه مباشرة، غتعطيني 3 على لانفيني صفر، هذا غيعطيني صفر يعني البسط غيعطيني صفر، وفي المقام غتعطيني 1 صفر في البسط 1 في المقام، دونك غتعطينا كتساوي صفر، اتفقنا؟ دونك النهاية موان لانفيني ديالي في الاكس كتساوي صفر. السؤال الموالي، السؤال الموالي غادي يكون هل الداله اف متصله، هل الداله اف متصله في واحد، اسكو اف تي فونكسيون كونتينو اون ان، يعني واش اف لا فونكسيون ديالك واش هي كونتينو في واحد، شوف مزيان واش كونتينو ولا لا، شنو غادي نديرو باش ندرسو لا كونتينويتي ديال فونكسيون. دونك نتمنى انكم تكونوا فاهمين كيفاش كنحسبوا لي ليميت دي فونكسيون ديفيني بار بارتيم داله معرفه بالاجزاء. وندوزو دابا السؤال ديال لا كونتينويتي، غنديروا مراجعه خفيفه في لا كونتينويتي ومن بعد ندوزو السؤال ديال لا ديريفابيليتي دي فونكسيون. دونك نجاوبوا دابا على السؤال ديال لا كونتينويتي، يعني الاتصال، هل الداله اف متصله؟ هاد التمرين هذا زوين، يعني فيه مجموعة من الفقرات غندير لهم مراجعة. السؤال اللي غادي نجاوبو عليه الدالة اف، ثانيا هل الدالة اف، نكتب السؤال بعدا، هل الدالة اف متصلة في واحد، نكتب السؤال اسكو اف اف اي كونتينيو اون ان، ولا غيقول لك تيدي لا كونتينيتي دو اف وندرس اتصال دال اف في واحد، حنا لي ليميت حسبناهم اتفقنا. دونك باش نديرو لا كونتينيتي، باش نقول ان اف، باش نقول ان اف نكتب بالعربيه، بالنسبه للفرنسيه راه بحال باش نقول ان اف متصله فيها اش خص يكون عندنا، فوالا خص يكون عندنا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغا ايتيغال اف دو ان، ولكن الا كانت عندنا فونكسيون ديفيني بار بارتي وهاد لي زانتيرفال هادو مقسومين في واحد، يعني طلب مني ندرس لا كونتينيتي هنا، يعني اش خص تكون عندي لا ليميت ا دووات ايتيغال لا ليميت ا غوش ايتيغال ليماج دو ان، يعني خص تكون عندي داله متصله في واحد على اليمين ومتصله في واحد على اليسار وكيساوي، يعني متصله شنو كنقصدو متصله، يعني ان لا ليميت على اليمين كتساوي ليماج ولا ليميت على اليسار كتساوي ليماج، اتفقنا؟ دونك كاين واحد البروبريتي، واحد الخاصيه اف متصله فيها، الا كانت اش الا كانت النهايه على اليمين كتساوي النهايه على اليسار كتساوي الصوره، اتفقنا كتساوي الصوره. دونك هنا الا كانت عندنا فقط نقطه، يعني ا مثلا اكس كيساويها، وهنا الا كانت عندنا يمين ويسار ضروري خص تكون متصله على اليمين وعلى اليسار، نشوفوا هذه الداله ديالنا واش متصله على اليمين وعلى اليسار على بركه الله. دونك لندرس اتصال، لندرس
اتصال الدالة F على اليمين في واحد. Étudions la continuité de F à droite de 1 ou à droite en 1. يعني في واحد. نمشيو نحسبوا لا ليميت وديجا راه لا ليميت راه تحسبات يعني فقط غادي نحطوها ونقارنوها مع ليماج ونشوفوا واش كونتيني ولا لا. رغم ان انا راه جاوب ديالي كان ديجا لي ليميت راه حسبتيهم دونك شنو غادي ندير؟ غادي ديجا عندي لا ليميت اكس تون فير ان بلوس هادي راه غنحسبوها لان كتساوي ليماج ونجي لهنا ونعوض لا ليميت كون اكس تون فير ان بلوس ديال اكس كاري موان 3 سور اكس موان 2. هادشي هذا راه كنديروها الاخوان راه ماشي هذا هو الجواب حيت الجواب فقط غتمشي تقارن تقول لها ودي بويسكو لا ليميت ا غوش بويسكو لا ليميت ا غوش دو 1 يعني ا غوش اون 1 دو اف دو اكس ايتيغال لانفيني دونك ني با كونتيني ا غوش صافي ساليتي يعني فقط جملة. انا غير بغيت نديرو مراجعة ديال لا كونتينويتي ا دوات ا غوش بالنسبة للناس اللي ما عارفينش كيفاش كدار لا كونتينويتي. اما الجواب ديال السؤال دابا مازال ما كنجاوب على السؤال انا غير كنناقشو هادشي هذا هاد الخاصية اللي درناها هنا. دونك بالنسبة للتمرين العادي شنو كتقول لي؟ كتمشي كتحسب لا ليميت ا دوات كتمشي لهنا ا دوات كنحسبو هنا فين كاين اكبر ا غوش هنا فين كاين اصغر كتعوض ديريكت بداية غتعطيك واحد ناقص 3 ناقص 2 ثم واحد ناقص جوج غتعطيك ناقص واحد ناقص اثنان على ناقص جوج دونك غتعطيك ناقص اثنان على ناقص واحد عفوا غتعطيك اثنان. ثم غتحسب غتحسب الصورة اف ديال واحد. باش كنحسبو الصورة الا كانت دالة مجزأة كنحسبو الصورة بهذه اللي فيها او تساوي يعني غنحسب ليماج هنا غتعطينا ان كاري موان 3 سيو ان موان 2 تا هي غتعطيني واحد ناقص 3 ناقص جوج على واحد ناقص جوج ناقص واحد غتعطينا اثنان. غتقول لي بما ان النهاية على اليمين كتساوي الصورة فإن الدالة متصلة على اليمين اتفقنا فإن الدالة متصلة على اليمين. ثم كتمشي كتحسب كتقول لي إذا F متصلة على اليمين في واحد دونك F يكونتيني أ دوات أون أن. ثم كتمشي تاني كتمشي لليسار كتحسب لا ليميت ديال F دو إكس راه ديجا حسبناها كون اكس تونفير ان ا غوش شحال خرجت لينا بلوس لانفيني دونك ما عطاتنيش عدد يعني غير متصله اتفقنا ما عطاتنيش عدد اذا غير متصله دونك هذا هو الجواب ديالي انا ديال التمرين انا فقط هذا الشيء هذا درتو فقط للاشاره دونك الجواب ديال التمرين ديالنا ماشي فقط درتو للاشاره فقط ياك غير باش الكلام اللي ما عارفينش كيفاش يدرسوا لا كونتينويتي يعني الاتصال عدد اليمين وعلى اليسار راه بهذ الطريقة كتحسب النهاية عادية وكتقارنها إلا إلا خرجت لك صفر على صفر راه عندها طرق ديال التعميل سواء كنديرو الضرب في المرافق أو إلا كنديرو التعميل بإكس ناقص أ في البسط وفي المقام. هادشي غادي نشوفو إلا كان شي تمرين نخدموه نعاودو نديرو ليه مراجعة. دونك شنو غادي ندير دابا؟ أنا دابا الجواب ديال التمرين هل الدالة متصلة في واحد لدينا لا ليميت ا غوش دو أن ا غوش أون أن دو إف دو إكس إيكال بلوس لانفيني يعني أش إذا F غير متصلة على اليسار في واحد غير متصل ما خرجتش ليه عدد وحتى الا خرج ليه عدد وكان العدد كيخلف الصورة راه غير متصلة حيت ضروري الصورة تكون كتساوي النهاية دونك هنا كنديرو دونك F ني با كونتيني اغوش هنا دونك هنا كانت غير متصله على اليسار اكيد غير متصله فيها ومن الدالات غير متصله في واحد دو اف ني با كونتينيو هنا صافي يعني جاوبت على السؤال ديال لا كونتينيتي اسكو اف يكونتينيو هنا ني با كونتينيو بويسكو اف ني با كونتينيو à gauche on a. Nous avons d'abord la dérivabilité. Galli qui étudie la dérivabilité de f à droite on a. Au dros, qabiliyat ishtiqaq d'alef ala yamini ala yamin fi wahid. Donc nous on dirou qabiliyat ishtiqaq al yamin, on dirou qabiliyat ishtiqaq ala yasar, on chouf wach na'tatina.